نروح بقى لأهم الأخبار المحلية وكمان أهم الأخبار العالمية. يلا بينا. اليوم السابع، السيسي يتفقد استاد القاهرة ويطلع على أعمال التطوير والتحديث. اليوم السابع، المنتخب يختتم معسكر الإسكندرية اليوم استعدادا لأمم أفريقيا. يلا كورة، أجري الأخطاء طبيعية في كرة القدم ومواجهتي تنزانيا وغينيا كافيتين لكأس الأمم. الشروق، أجري استقريت على التشكيل الأساسي. البوابة سبورت، أجري يدرس منافسي الفراعنة في الكان والتدريب على السلبيات خطة اللحظات الأخيرة. الوطن سبورت، محاضرة بالفيديو للاعبي المنتخب لشرح أخطاء ودية غينيا. الفجر الرياضي، مدرب المنتخب يفجرها، كأس الأمم الأفريقية لن تخرج من مصر. في الجول، سلجادو نطمئن المصريين سنقاتل. سوبر كورة، عماد متعب مروان محسن في التشكيل الأساسي لمنتخب الفراعنة بأمم أفريقيا. فيتو، كردي ينضم للجنة الانضباط ببطولة كأس الأمم الأفريقية.